سي عز العمري، مرحبا بك في مراكش، مرحبا بك في نادي الكوكب المراكشي. اليوم التعاقد ديالك مع فريق الكوكب المراكشي. سي عز العمري، اول تساؤل غادي تسالوا الجمهور المراكشي، كيفاش جا التعاقد ديال سي عزيز مع فريق الكوكب المراكشي؟ حنا تنعرفوك غادي تخلف الان فوزي جمال، كيفاش جا التعاقد مع السي فؤاد ورزق؟ كان هو التعاقد تيكون دائما اتصال ديال الرئيس بالمدرب المعني بالامر. ف حقيقة أنا كنت سنة يعني أي فريق ربما، ولكن الاختيار ديال الكوكب أولا كان لأن كيتوفر أولا على بنية تحتية في المستوى، وهذا هو المسألة اللي دائما يعني تيمكن يعني نتنازل على بعض الأشياء اللي صالح حد، مثلا ملي كيكون عندك ملاعب فين يعني تمرن وتعطي يعني التمارين اللي هي تليق بالفريق. فكنظن بأن هذا هو اللي مهم. في نفس الوقت الملعب اللي غادي تلعب فيه ملعب عشب اللي هو طبيعي وعشب في المستوى، كنظن بأن هذه أسباب مهمة اللي كانت خلتني أن نقبل هذا الفريق اللي هو فريق عريق وفريق اللي خصو يرجع للأمجاد ديالو. وكنعرف بأن الرئيس سي الورزازي إنسان اللي هو معقول يعني بالتصرفات ديالو مع الفريق، ولحد الان الفريق غادي بواحد من الناحيه ديال التسيير. فكنظن بان الفريق من الناحيه الماديه غادي لاول مره كنسمع على ان الفريق غادي يعني رواتب الوقت لي بريم في الوقت، وهذا الشيء مهم بالنسبه للمدرب، لان كيكون المشاكل عنده اللي هي كتكون تقنيه ولا تكتيكيه. فهذا هو بالنسبه للامور اللي شجعت سي عز العمري باش انه يتعاقد معكم. سي عز، اكيد انك تبعتي فريق الكوكب المراكشي هذه السنه وتبعتي المباريات اللي قام. حنا ما نبخسوش العمل ديال سي فوزي جمال والعمل الكبير اللي قام به، ولكن اشنو هي الاضافه اللي يقدر يدير سي عز واللي يقدر يخرج الفريق من هذه الازمه النتائج اللي تعيش فيها حاليا؟ بكل صراحه المدرب السابق فوزي جمال دار واحد الخدمه، والفريق كان في واحد البدايه حسنه، ولا الاسلوب ديالو لحد الان باقي الفريق تيقوم يعني بمقابلات جيده. للاسف كاين ربما في الناحيه ديال الهجوم ربما لو كوليكتيف من ناحيه ديال الهجوم في المعترك ربما كاين شي شويه ديال النقص، ولكن كيوصلوا هذا هو كيوصلوا، ولكن بعض الخطرات ولو كتوصل تخص كيفاش يعني تغلب على الخصم اللي هو كيكون بعض الخطره خلق مشكل يعني بواحد المجموعه ديال اللاعبين. ف حنا غادي نسهروا على هذه المساله هذه، وشويه الدفاع تيستقبل بعض الاهداف اللي ربما ما خصهاش تكون، ولكن كنظن بان حتى فوزي جمال ربما اعطى الوقت ربما كثير اللعب، الطريقة اللعب، الاسلوب، لان كنعرف فوزي جمال كيبغي يلعب كره جميله، كره اللي هي مبنيه على طاق بلاصي. هذا هو اللي كنظن بان المشكل اللي ربما لان لاتاك بلاسي رغم ذلك تخصك تكون كدافع بواحد الشراسه وبواحد القوه باش يعني تسترجع في اقرب وقت الكره. وي سي عزيز، كنتمنى انا باش الكوكب يسترجع ديك البريق ديالو. سي عزيز، اكيد انه خلال الرؤيه ديالك المتابعه كاينين غادي يكون الفريق في امس الحاجه لبعض تعزيزات التركيبه البشريه، وسي عزيز غادي نشوفوا غادي يجيب بعض اللاعبين اللي يعطوا اضافه للفريق الكوكب المراكشي.
مازال ما شفتش الفريق. اولا مازال خصني نشوف اولا لا فيديو ديال بعض المقابلات اللي كانوا مزيانين واللي كانوا خايبين، وفي نفس الوقت غادي نشوف اللاعبين في يعني في الملعب. وانا ذاك يمكن الانسان يقدر يشوف واش يمكن ان خاصو انتدابات، وغادي نشوفوا حتى الفئات الصغرى دي ولا لا، ونشوف واش كاين، لان بخطره كيكون عندك الخصاص اللي كيكون عندك في الفريق الاول ربما كيكون حداك وما كتشوفوش. وحنا غادي نبحثوا بعدا في مراكش في يعني في ابناء المدينه اللي هما في الشبان والفتيان والامل. رساله اخيره للجمهور المراكشي وجمهور الكوكب المراكشي باش انه يوقف الى جانب الفريق في هذه الظرفيه الحاليه والى جانب السي عزيز. هو يكون لجانب الفريق ديالو، لان الفريق ديالو هو اللي دايم ليه، هو المشجع ديال فريق الكوكب المراكشي. وكنظن حنا خصنا نديرو باش الجمهور يجي، لان خص الجمهور المراكشي كنعرفوه، لان الجمهور اللي عاش الالقاب، عاش واحد الفترات لا من الخمسينات ولا في الستينات ولا في التسعينات، عاش واحد الفترات اللي هي جميله جدا. فخص ترجع لي ديك البريق وديك الكره والنتائج تكون في المستوى، لان بامكان الفريق يسترجع القوه ديالو ان شاء الله. وكان نشكر الجمهور، لان كاين بعض الاتصالات من الجمهور اللي حقيقه كيبشر بالخير، كنشكرهم من هذا المنبر هذا.